ظهر غدا الخميس يعلن خلاله البيان المبدئي للبعثة حول متابعة الانتخابات. وأوضح ماريو أن بعثة الاتحاد الأوروبي التي تتكون من حوالي 150 فردا بتخصصاتهم المختلفة في عدة مجالات مثل القانون والإعلام قاموا بإعداد ودراسة أماكن نشر أفراد البعثة في اللجان الانتخابية، وتم تقسيمهم إلى 66 فريقا انتشروا في اللجان في كل محافظات مصر ما عدا شمال سيناء بسبب الأوضاع الأمنية. أكد التحالف الديمقراطي لمراقبة الانتخابات الرئاسية عدم رصد أي انتهاكات تتعلق بسلامة الصناديق الانتخابية منذ انتهاء اليوم الانتخابي الثاني وحتى مرور الساعات الأولى من اليوم الانتخابي الثالث. وأوضح التحالف أن غالبية اللجان الانتخابية بدأت في مواعيدها الرسمية في 9 صباحا وسط تأمين من قبل قوات الأمن المشتركة بين الجيش والشرطة، مع غياب ظاهر لمندوب المرشح الرئاسي حمدين صباحي في معظم محافظات الجمهورية، بالإضافة لاستمرار مشكلة الوافدين وصعوبة إدلائهم بأصواتهم في الانتخابات. وأشار بيان التحالف إلى أن المشاركة جاءت منخفضة في الساعات الأولى من اليوم الانتخابي الثالث مع رصد عدد من المخالفات والتجاوزات كالدعاية والرشاوى الانتخابية واستخدام مكبرات الصوت لبث الأغاني. أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان والبعثة الدولية لمراقبة الانتخابات أحقية الناخبين في الانتقال مجانا إلى مقراتهم الانتخابية. وقال الدكتور حسن موسى رئيس المنظمة ورئيس بعثة المراقبة الدولية إن الناخب من حقه الدستوري الإدلاء بصوته الانتخابي في أقرب مركز اقتراع لمنزله، وإذا تعذر ذلك فيجب أن تتحمل الدولة تكلفة توصيله إلى مركز الاقتراع. وأضاف أن هذا الأمر من واجبات الدولة وليس كما يحاول البعض تصويره بأنه رشوة انتخابية في محاولة فاشلة للتأثير على العملية الانتخابية ومنع الناخبين من الذهاب للتصويت. أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن إدارته ستواصل التعاون مع الحكومة الجديدة في مصر في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب وتدعيم اتفاقية السلام مع إسرائيل. وأضاف أوباما في كلمته أمام حفل تخريج دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية في نيويورك إن واشنطن ستواصل مساعيها المطالبة بإجراء ما أسمى بإصلاحات في مصر. يشار إلى أن كلمة أوباما حاول فيها تقديم الخطوط العريضة لسياسته الخارجية خلال فترة رئاسته الثانية. أكد وزير الخارجية نبيل فهمي في كلمته أمام المؤتمر الوزاري 17 لدول حركة عدم الانحياز إن مصر تسعى إلى تحقيق تطلعات الثورة نحو العيش أو الحرية والعدالة الاجتماعية عبر إجراء الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية التي ستستكمل من خلالها بناء المؤسسات الديمقراطية. يتزامن اجتماعنا اليوم مع خطوة هامة في طريق تحقيق مصر ثورة مجتمعية شاملة تستجيب لتطلعاتها نحو العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وذلك بإجراء الانتخابات الرئاسية. وسوف ننظم خلال أشهر انتخابات برلمانية لنستكمل من خلالها بناء المؤسسات الديمقراطية المصرية. أدخلت لجنة تعديل مشروعي قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب تعديلات جديدة على المشروعين بناء على العديد من ردود الأفعال والملاحظات والتعليقات على المشروعين. وصرح المستشار محمود فوزي المتحدث باسم اللجنة بأنه بناء على تلك الملاحظات التي دارت أثناء فترة الحوار المجتمعي حول مشروعي القانونين قررت اللجنة الآتي: أولاً، أن يتضمن مشروع القانون الخاص بمجلس النواب السماح للراغب في الترشح لعضوية المجلس في اختيار الدائرة التي يترشح عليها وعدم قصرها على الموطن الانتخابي، مع عدم السماح للمترشح في الترشح في أكثر من دائرة فردية. ثانيا، تحفيزا للشباب وغيرهم من المواطنين على الترشح، تقرر اقتراح تخفيض مبلغ التأمين الواجب تقديمه ضمن أوراق الترشح من 5000 إلى 3000 جنيه.
كما قررت اللجنة لتحفيز الكفاءات من أصحاب المهن من أطباء ومهندسين وغيرهم للترشح للبرلمان، قررت رفع القيود الخاصة بممارسة الأنشطة المهنية الواردة على أعضاء مجلس النواب بعد اكتسابهم عضوية المجلس من مشروع القانون. إلى نهاية هذه البانوراما الإخبارية، ولا يتبقى لدينا إلا العناوين وتذكرة بها مع الزميل أيمن السيد. إليك أيمن. وختاما إلى حضراتكم تذكرة بأهم العناوين: إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات الرئاسية بعد دقائق، وغرفة عمليات نادي القضاة تؤكد أن الانتخابات صارت بصورة منتظمة ومستقرة. مجلس الوزراء يبحث الخطوات المقبلة للحكومة في ضوء إجراء الانتخابات الرئاسية. بعثة الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات ترصد إقبالا جيدا، وبعثة الفرنكفونية تؤكد أن العملية الانتخابية تتفق والمعايير الدولية. أوباما يقول إن الولايات المتحدة ستواصل الاتصال مع الحكومة الجديدة في مصر. بهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه البانوراما، بعد قليل نلتقي في خدمة إخبارية جديدة على رأس الساعة. شكرا للمتابعة.